الحقيقة مديرية طرق وجسور نينوى تقوم بأعمال كبيرة في 2021، والآن في بداية 2022 كان هناك ثورة في الإعمار الحقيقة في محافظة نينوى وفي مدينة الموصل. كان هناك دعم كبير من الحكومة المحلية في هذا الموضوع، وأيضا هناك دعم من هيئة المديرية العامة في بغداد في الجسور والطرق العامة، ومن الوزارة هناك دعم كبير. لدينا مشاريع وزارية ولدينا مشاريع على الحكومة المحلية. بالنسبة للمشاريع الوزارية والمشاريع البنك الدولي، الآن الجسر الرابع والجسر الخامس أهم مشروعين في مدينة الموصل. نسبة الإنجاز جيدة الآن بحدود 25%. العمل جاري وفي مراحل دقيقة الحقيقة، ومراحل فنية مهمة جدا. يعني نرى أو نلمس من المواطنين أن هناك بطء في العمل. هو ليس بطء في العمل، ولكن الآن هي مرحلة فنية دقيقة، مرحلة إعادة تصحيح الجسر إلى ما كان عليه، لأنه هذا الجسر نتيجة الضربة كان هناك زحف على المحور الطولي وعلى المحور العرضي في الجسرين، في الرابع والخامس كان هناك زحف. الآن هناك شركات متخصصة تقوم برفع الجقات لإعادة وضع الجسر إلى وضع الطبيعي. فالعمل جاري إن شاء الله. بعد هذه المرحلة ستكون هناك العمل يكون بوتيرة أسرع بإذن الله تعالى. أيضا هناك جسر الجوير أيضا تقوم به الشركة على القرض الألماني، والعمل جيد بحدود 60%، شركة جيدة، وإن شاء الله في هذه السنة أيضا يرى النور جسر الجوير، جسر من جسور المهمة على محور رئيسي طريق كركوك. وكذلك هناك جسور صغيرة في أسكيموصل، وهناك جسر كومل في الشيخان، وهناك الجسور اللي على نهر الخوصر في مدينة الموصل، أكثر من جسر. لا ننسى الجسر الحديدي الموازي للجسر القديم، أيضا العمل جاري. كان هناك بعض التأخير من قبل الشركة في عملية استيراد الحديد الذي يصنع في تركيا، كان هناك بعض الإشكالات في الإدخاليات، وإن شاء الله تحلحلت الأمور. هناك أيضا الجسر الموازي للجسر الحجري الذي أحيل مؤخرا، والعمل جاري الآن بنسبة تقريبا 14%. كذلك هناك الجسر الثاني أو الممر الثاني لجسر السويس، أيضا العمل جاري كانت مباشرة قبل شهرين، والعمل جيد جدا. وهناك جسر حدباء القاهرة، هذا الجسر المهم الذي يخفف الزخم عن مناطق المصارف وحي البريد وتقاطع الزهور. هذا الجسر الإنجاز جيد جدا، يعني أكثر من 50%، 55% نسبة الإنجاز. العمل أيضا جاري، الشركة جيدة. فيما يخص الشوارع، هناك العمل في طريق بغداد بمقطعين. المقطع الأول من تقاطع قيارة إلى حدود محافظة نينوى، العمل جاري وبنسبة إنجاز جيدة، وتم إكساء الشارع. المقطع الثاني هو من سيطرة العقرب إلى تقاطع القيارة، هذا العمل بوشر به مؤخرا وفي بدايات العمل، وإن شاء الله يظهر النتائج خلال هذه الأشهر القادمة. هناك أيضا لدينا عمل في طريق أربيل بمقطعين، هناك عمل في طريق دهوك، أيضا عندنا مقطع، عندنا في تلكيف، عندنا في بعشيقة، عندنا في النمرود، عندنا في القبة، في لدينا كثير من الطرق الأعمال. كذلك هناك خطة تنمية الأقاليم أحيلت مؤخرا. لدينا أيضا جسرين مقترحين في الساحل الأيمن، اللي هو جسر تموز، يعني من الحي النجار إلى تموز بدل القنطرة التي فيها تخسفات وفيها انهيارات، سيكون جسر نظامي. وكذلك اقتراح جسر من العريبي إلى الاقتصاديين، هذا الجسر أيضا سيخفف الزخم عن هذه المناطق. وهناك طرق كثيرة أيضا في هذه الخطة، أكثر من 17 مشروع. وكذلك لدينا خطة مستقبلية أو خطة آنية الآن قيد الإحالة، اللي هي خطة الأرصدة المجمدة. هذه الخطة كانت تحول فيها إلى المنطقة الغربية التي كانت تعاني من الإهمال في الفترة الماضية. الآن إن شاء الله الخطة، يعني الأرصدة المجمدة، أكثر من 20 أو 22 مشروع في المنطقة الغربية، في سنجار، في بعاج، في تلعفر، مشاريع مهمة. يعني أنا إذا أختصر بالكلام، هناك مشروع سعد الثاني من الكسك إلى تلعفر، مشروع مهم جدا. هناك مشروع من موصل إلى قيارة الطريق القديم، أيضا سعد الثاني، هذا مهم جدا. هناك مشروع إكساء موصل قوير، هذا مشروع مهم جدا. وهناك مقترح سعد الثاني موصل كركوك، أيضا هذا رفع إلى الوزارة. لدينا خطط كثيرة ومتشعبة في دائرة طرق الجسور، أكثر من 100 مشروع الآن قيد الإشراف في هذه الدائرة الكبيرة.
وإن شاء الله نبذل كل الجهد في خدمة مدينتنا وفي خدمة أهلنا. ماذا عن الشهر السادس والسابع؟ يمكن نسمع أنه نعم الجسر السادس إن شاء الله أقرب من الجسر السابع. الجسر السادس هو كونه مكتمل دراساته وكشوفاته، وأيضا هو كان محال سابقا قبل 2014 وتم سحب العمل نتيجة ظروف داعش. الآن هناك الجسر السادس على مذكرة التفاهم المصرية، إن شاء الله يكون إحالة قريبة كما وعدنا من بغداد. هذا طبعا هذا المشروع يكون على المركز وتمويله على أيضا مذكرات التفاهم على البنك الدولي. الجسر السابع هو مشروع دراسة وليس مشروع إحالة، وكذلك الطريق الحولي اللي يربط السادس بالسابع أيضا هذا مشروع دراسة، إن شاء الله قريبا تظهر الدراسة وبعدها يكون إجراءات الإحالات والتعاقد من بغداد.